الصغيرة دي اللي أصغر في الطول، أما الكعبرة أصغر حجم من الزند وتتحرك حركة نصف إيه دائرية حول عظمة الزند. يبقى الكعبرة دي بتتحرك، الكعبرة اللي هي دي الصغيرة تتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند الثابتة. عظام اليد هنا، عظام اليد عندنا أول حاجة يتكون من رسغ اليد اللي هو مفصل اليد، يتكون من عظام في صفين، عندنا صفين طرفها العلوي بالطرف السفلي، من عظام في صفين يتصل طرف العظام العلوي بالطرف السفلي بالكعبرة، يتصل بإيه؟ بالكعبرة، لا يتصل بعظمة الزند، لا يتصل بعظمة الزند. يبقى عظمة الزند لا يتصل بها عظام الرسغ، لكن بتتصل بالكعبرة اللي هي بتتحرك نصف دائرية عشان تقدر تحرك ايدك. ويتصل طرفها السفلي بعظام راحة اليد. عظام راحة اليد هي عظام طويلة خمسة، راحة اليد تتكون من 5 عظام رفيعة مستطيلة طويلة تؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة. الأصابع الخمسة هي أصابع اليد، هي 5 أصابع تكون كل منهما من 3 سلميات، 3 سلميات يعني فقرات صغيرة، 3 سلميات رفيعة ما عدا أصبع الإبهام يتكون من سلميتين. ده بالنسبة للهيكل الطرفي اللي هو الحزام الصدري والطرفان العلويان. بعد كده عندنا